بص بقى، الأول أهلا بيكم. قول لي كده، كم مرة في الدنيا سمعت عن فلان الفلاني في البلد العلاني، ده بعيد عن مصر تماما، في البلد العلاني لقى مثلا شنطة فلوس فيها آلاف الدولارات، آلاف اليوروهات، آلاف الينات، آلاف الليرات، آلاف اليوانات، وخدها وراح مرجعها لصاحبها؟ بتحصل بس قليلة قوي 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 قوي. لكن لما تيجي ناحية مصر بتحصل كتير. يعني احنا فاكرين قبل كده كان في وقعة شهيرة جدا بتاعة الراجل وابنه اللي بيشتغلوا في مسألة جمع القمامة، ولقوا شنطة مليانة فلوس في وسط القمامة. عملوا ايه؟ دوروا على صاحبها وراحوا الاسم وسلموا الشنطة وأصروا ان الراجل يجي يستلم، وميت فل واربعتاشر، وبالمناسبة وما طلبوش اي مكافآت. هتلاقي القصص دي دايما مالية، او حكاويها مالية المصريين، هتلاقيها في قرى كتير، في مدن كتير، في محافظات كتير، دايما بتحصل. شهامة المصريين وشرفهم وعزة نفسهم، خد بالك، شهامتهم وشرفهم وأمانتهم وعزة نفسهم حقيقي هي مضرب مثل. مفيش حد عنده عزة نفس بجد زي ما بيحصل كده عند المصريين. يعني زي ما حضراتكم عارفين حديث السوشيال ميديا الدائر على شكارة الفلوس، زكيبة الفلوس، الراجل يلاقي الشكارة واقعة من التاكسي فيها 220 ألف جنيه فيدور على صاحبها ويردها له، وبالمناسبة الظروف صعبة وابنه تعبان. السيد فرج علي، هذا الرجل المحترم اللي لقى زكيبة فلوس، شكارة فلوس، معانا على التليفون. ازيك يا باشا؟ الله يديك الصحة يا باشا. عامل ايه؟ ايه الأحوال؟ الحمد لله في نعم والله. طمني عليك وطمني على ابنك أولا. في نعم والله، الحمد لله، رضا من عند ربنا. الحمد لله. ابنك اسمه ايه؟ أنا محمد. أنت عندك كذا حد ولا ايه؟ قولي. عندي ها. علي في كلية تجارة، وعندي ما شاء الله. محمد، عندي مصطفى في الثانوية العامة. ما شاء الله ما شاء الله. ومحمد في ستة ابتدائي. الله أكبر، ربنا يخلي يا رب. الله يديك الصحة. في حد يرجع زكيبة فلوس؟ أنا هرجع زكيبة فلوس. الله أكبر عليك، احكي لي الحكاية. أنا كنت ماشي بعربيتي ولقيت شكارة فيها قابلتني عربية على قدها كده، وشكارة فيها عيش. والعربيات بتدوس عليها، وأنا جبتها قلت أستفاد بالعيش اللي فيها للبط ولا للطيور ولا أي حاجة كده وبتاع. وبعدين اكتشفت ان فيها فلوس، مبلغ كبير جدا يعني. طلعوا 220 ألف باين، مش كده؟ أيوه. ماشي، وبعدين؟ لا بص، احكي لي حدوته، انت مش كنت بتحكي حواديت للعيال وهم صغيرين ولا ايه؟ انا مش عايز اطول على حضرتك يا سيدي. طول، انا فرحان بيك ومبسوط بيك. طول يا باشا. ربنا يعزك يا باشا. ربنا يكرمك. ربنا يعزك. طول، احكي لي الحدوته. انا راجل شغال في العاشر من رمضان. العاشر من رمضان المدينه الصناعيه، واحنا جايين بنيجي شغل من شغلنا تعبانين وبتاع، وجاي طبعا انا هلكان من شغلي، لقيت الشكاره دي مقابلاني في الشارع والعربيات بتدوس عليها وبتاع. فطبيعي احنا، انا راجل ريف يعني، لما بتلاقي حاجه ممكن تكون فيها اكل شرب بتاع، فعربيات بتدوس عليها، فانا خدت العربيه، خدت الشكاره دي وقلت فيها عيش، حسست كده لقيت فيها عيش. فخدت اللي روحتها بيتي. واكتشفت ان لقيت، بطلع بالعيش لقيت فيها فلوس. اوبا. فلوس، وبعدين فلوس يعني كبيره، يعني مبلغ ما تعرفش تعده. انا بالنسبه لي، انا عمري في حياتي ما مسكت مبلغ زي ده كده. ايوه، ربنا يا رب يكتب لك اللي احسن منه. الله يديك الصحه. وبعدين؟ خدت الفلوس ديت وروحت. انا كان عندي مناسبه في بلدنا، انا اصلا من قريه اسمها فيشه بالمحموديه بحيره. احسن. كان في مناسبه فرح عندي، فانا عشان اشيل العبء من على اهلي ما خليهمش يعرفوا بالحاجه ديت، لان انا اضمن نفسي بس عشان اعتق رقبتي من الحمل اللي على قلبي ده. بالنسبه لي بتبقى الفلوس دي عبء طبعا، وربنا يكفيني شرها. ربنا يا رب يكتب لك الخير. انا بالنسبه لي دي كانت حاجه، اول ما شفتها
اقسم بالله ويشهد الله ويشهد الله على كلامي ده صادق صادق ان انا ما عديت الفلوس دي الا قدام صاحبها لان انا مش عايز اعرف المبلغ ده كام. يعني انا مش عايز اعرف الفلوس، خدت فلوسي وحطيتها في مكان ما في بيت انا دريته. أيوه. عن عيالي واولادي مع حدش يعرف بيهم نهائي. ايوه. لغايه ما جيت من بلدي وفضلت اشتركت في جروبات العاشر كلها مفقودات العاشر. لغايه انا ما ربنا كرمني والهمني بالراجل اللي نزل المنشور ده في صحافه العاشر. وشفت الواقع فعرفت التفاصيل بتاعتها. حلو. اتصلت بالراجل والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا بكيت من استقباله الكلام ليا. طبعا. طبعا. لكن انا فرحته وسعادتي ان هو لقى حاجته لان انا عشت اللحظه دي. صح. احنا كلنا في بلادنا اللي زي انا مغترب جاي من اخر الدنيا بيبيع بيوته في البحيره مثلا ويجيب فلوس ويجي يعمر في العاشر. احنا عايشين في جبل وفي صحراء وبتاع بس العاشر مفخره دلوقتي. ما شاء الله. لكن احنا بنبيع بيوتنا عشان بنوسع لغيرنا في بلادنا. ما شاء الله. واللي زي انا راجل بقالي 28 سنه ولا 25 سنه في العاشر عارف قيمه القرش ازاي. صح. علشان بتشقى عليه بالحلال فعارف قيمته. الفلوس دي بتيجي ازاي؟ طبعا. فاللي زي انا ما ينفعش يعرف ان دي فلوس ناس ويسيبها. أيوة. او ياكلها. صح. او يقبلها او يدخلها على بيته. صح. تخش على بيتي ديت ربنا اعلم هتخش على بيتي ازاي. عندك حق 100%. ربنا يكفينا شرها الاول. اللهم امين. يكفيك شر اي فتنه، اي فتنه. الله يديك الصحه، الله يبارك لك. طب قول لي بقى. لما انا لقيت الفلوس ديت انا طبعا اتصلت ب فضلت لغايه ما عرفت الراجل خليت واحد زميلي اللي هو لابس فانيلا حمراء ده ايوه يكلمه اسمه عماد الجندي. ايوه. قلت له كلمه. انا اخدته وقلت له هو عماد كلم الراجل ده لان انا مش عايز اعرفه تليفوني الاول. طبعا. فكلمه قال لي ده انا بقى قال له في فلوس ده في حاجه بقت منك يا استاذنا. عايز اتخيل ان انت بتغرق وبتشم نفس هواء. شوف التعبير. يعني انت غرقت وطلعت خدت نفس هواء. لما هو قال لك لما هو قال لك لما انت بتقول الفلوس قال لك يا اخوانا ابعدوا عني ما تلعبوش بيا حرام عليكم انا شقايا. لا حول ولا قوه الا بالله. وحاجتي سيبوني. لا حول. قال له يا عم انت ضاع منك فلوس. قال له ايوه ضاع مني فلوس. ضاع مني مبلغ كبير 220 الف جنيه. الله اكبر. تحويشه عمري وشقه عيالي. انا لما سمعت الكلام ده الراجل فتح السبيكر قدامي وانا بسمعه يشهد الله ان انا دموعي نزلت من كان انا اللي ضاع مني فلوس. ايوه. ما هو انت اصلك فرجت عنه كربه. فربنا بالضبط. باذن الله يفرج كل كربه عنك وربنا ما يعني يضعك في كربه. طب انا عندي سؤال بقى. تسلمت الفلوس وخدت الثواب وميت فل. انت مش عايز حاجه؟ انا مش من الفلوس. خلاص احنا سلمناها لصاحبها. انت مش عايز حاجه؟ انا الرضا كله عندي الحمد لله. ونعم بالله الحمد لله يديم عليك نعمه. تاني انت مش عايز حاجه؟ انا طول عمري بحلم بحاجه واحده بس. ايه هي؟ انا بحلم وربنا بيكرمني بحلم وبحققه. اللهم امين. تفتكر ان انا لو حلمت المره دي ان انا اسلم على رئيس الجمهوريه ينفع؟ والله ربك كبير وموجود ومكتب شؤون المعنويه ممكن يكون سامع محادثه حضرتك ديت. ده حلم. كل شيء وارد. ينفع؟ ده انت كده حققتلي امنيه ما اتمناهاش عمري. ينفع دي لو في ايدي لكن انا مش في ايدي انا. طب هقول لك حاجه، اذا افترضنا ربنا سبحانه وتعالى حقق لك الحلم ده تقول ايه للريس؟ انا يكفيني فخر بس ان انا اقف جنبه اتصور معاه صوره واحده. مش عايز اكتر من كده. ربنا يحقق لك اللي تتمناه. اديك قلت على الهوى وربك كريم. مش كده ولا ايه؟ حبيبي يا سيد باشا ربنا يكرمك. احنا حبينا بس نشكرك وحبينا ان احنا نبروز الصورة بتاعت مواطن محترم راضي ودي اهم حاجة. راضي. ربنا يا رب دايما يراضيك.